كان محمد عبد المنعم اصلا ما انضمش للمنتخب الاولمبي في الاصل اللي راح اولمبياد طوكيو. عمر كمال عبد الواحد كان فين؟ مهند كان فين؟ امام كان فين؟ الناس دي مروان حمدي كان فين؟ ده بيلعب مروان نهائي كاس امم افريقيا. مروان لعب نهائي كاس امم افريقيا. يعني بص اعلى حاجه واعلى ماتش واهم ماتش في القاره كلها لعبه مروان حمدي. اذا الراجل ده وصانع الشكل الجديد لمنتخب مصر. اصبح من حقه ان هو يا اما نسانده مسانده كامله، مش معناه انه اتغر ولا معناه ان احنا يعني ايه نديله اكتر من حقه ولا معناه ان احنا يعني يفترى علينا فاحنا نسكت. لا، هو مش راجل صغير ولا راجل لسه مدرب طايش ولا الكلام ده. مدرب عنده خبرات، مدرب كبير، مدرب له قيمه فنيه قويه جدا واسم عظيم جدا. هو انت عايز ايه من المدرب؟ انه ينجح. هو الاهلي عايز ايه من موسيمين؟ انه ينجح. الجمهور بيزوم شويه، بنبسط شويه، بيزوم شويه، لكن في الاخر نتائجه بتقول يكمل ويجدد. هو الناس عايز ايه من كارتيرون؟ انه ينجح. زوم عليه شويه، افرح بيه شويه، اخد الدوري، لازم يكمل. ما ده النجاح، ان هو بيحقق لي النجاح اللي انا عايزه. وكارلوس كيروش حقق النجاح اللي احنا عايزينه. احنا وقت الكابتن حسام البدري بنقدره جدا وبنحترمه جدا ومدرب عظيم جدا، بس الناس كانت ايه؟ مقلقله كده، مش مبسوطه، مش حاسه بامان. لكن كيروش وصلنا ان احنا حاسين مع منتخبنا بالامان، داخلين نلعب الكاميرون مش قلقانين. من بعد الدور الاول كنا حاسين بقلق لغايه ما انتهى الدور الاول. بعد كوت ديفوار بدانا نحس بالامان، ده هنلعب المغرب ويعني هنكسب. رحنا نلعب الكاميرون في ارضها وصامويل ايتو بيقول لك انها الحرب ويعني هنكسب وكسبنا. رحنا نلعب السنغال احنا كنا متفائلين بنسبه 75%، مش 50-50، احنا كنا متفائلين 75% لولا ركلات الجزاء ولولا الاجهاد الكبير اللي كنا عليه نتيجه 3 ماتشات ورا بعض 120 دقيقه، وكملت بده كان 120 دقيقه وكمان، فكان اجهاد كبير جدا.